just want to ask her a question. And I mean, is it just a feeling that she's really gonna come back and answer your question? تحت الأنهار الجليدية والتربة الصقيعية الذائبة تظهر أحداث تاريخية فريدة عن تاريخ الأرض لتكشف عن أسرار مدهشة ظلت مخفية منذ فترة طويلة في أحضان الكوكب المتجمد، بدءا من بقايا حضارات قديمة وصولا إلى بقايا كائنات ما قبل التاريخ التي تم الحفاظ عليها بشكل مثالي. وكمثال، هذا الإنسان الذي ظل متجمدا لمدة 40,000 عام يقدم لنا ذوبان الجليد لمحة محيرة عن عالم مفقود في الزمن، لذلك انضموا إلينا ونحن نتعمق في أكثر الاكتشافات غرابة وإثارة للاهتمام داخل الجليد. البذور القديمة. اكتشف علماء الآثار في أعماق سيبيريا المتجمدة اكتشافاً مثيراً للدهشة، وهي بذور قديمة كانت مدفونة في الأرض المتجمدة لمدة تصل إلى 320,000 سنة. كانت هذه البذور التي تنتمي إلى أحد النباتات المعروفة باسم سيلين عبارة عن حشوة من الحشائش محفوظة في جحور السناجب الأرضية التي انقرضت منذ زمن طويل، والتي كانت بمثابة مجمدات طبيعية لمئات آلاف من السنين. كان اكتشاف هذه البذور القديمة معجزة حقيقية، حيث تمكنت من البقاء على مر العصور في حالة سبات. تم العثور على هذه البذور داخل طبقات متجمدة من التربة الصقيعية، والتي كانت بمثابة كبسولة زمنية طبيعية تقيها من آثار الزمن والعوامل الجوية. إلا أن الأمر الساحر حقاً حدث عندما حاول الباحثون إعادة هذه البذور القديمة إلى الحياة، وبشكل لا يصدق تمكنوا من إجبار هذه البذور على الإنبات، وراحوا يراقبون باندهاش انبثاق نباتات جديدة من التربة القديمة. وقد وفرت هذه النباتات التي كانت متطابقة وراثياً مع أسلافها القديمة إطلالة مذهلة على الماضي، موفرة للعلماء فرصة نادرة لدراسة نباتات من العصر القديم. الماموث الصوفي. في أعماق سيبيريا المتجمدة تم اكتشاف سلسلة من الاكتشافات المدهشة، ومن أبرزها بقايا بحالة حفظ ممتازة للماموث الصوفي العملاق الذي كان يجوب الأرض خلال العصر الجليدي الأخير. عثر على هذه الحيوانات الضخمة التي يصل طولها إلى 11 قدماً ووزنها إلى 6 أطنان في حالة جيدة، لدرجة أن العلماء يفكرون في إمكانية إعادتها إلى الحياة من خلال الاستنساخ. أحد أشهر هذه الاكتشافات هو اليوبا، وهو عجل ماموث صوفي عمره 1 شهر، تم العثور عليه من قبل رعاة الرنة في عام 2007. كان جسده محفوظاً بشكل مثالي، لدرجة أن جلدها وشعرها وحتى أعضاؤها الداخلية كانت لا تزال سليمة. تمكن العلماء من دراستها بتفاصيل دقيقة للغاية، وتعرفوا على النظام الغذائي الخاص بها وصحتها، وحتى سبب وفاتها. ويبدو أنها قد اختنقت في نهر موحل، لكن اليوبا ليست سوى واحدة من العديد من حيوانات الماموث الصوفي التي جرى العثور عليها في تربة سيبيريا المتجمدة. من بين الاكتشافات البارزة الأخرى الماموث يوكا، وهو ماموث صغير بالغ تم اكتشافه في عام 2010، وأنثى الماموث باتركاب التي تم العثور عليها في جزيرة قبالة ساحل سيبيريا. قدمت هذه العينات رؤى غير مسبوقة عن حياة هذه المخلوقات القديمة، بدءا من تشريحها وسلوكها إلى نظامها الغذائي وموائلها. ولعل الأمر الأكثر إثارة للفضول هو أن الطبيعة المحفوظة جيدا لبقايا الماموث الصوفي هذه قد أثارت إمكانية محيرة لإعادة هذا النوع من الانقراض من خلال الاستنساخ. وفي حين أن الفكرة لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أن بعض العلماء يعتقدون أنه قد يكون من الممكن استخدام الحمض النووي لهذه العينات المتجمدة لاستنساخ جيل جديد من الماموث الصوفي، وهو سيناريو الحديقة الجيوراسية الذي قد يكون له آثار عميقة على فهمنا عن طبيعة الأرض. المومياء المتجمدة. ظهرت سلسلة من الاكتشافات المذهلة في حوض تاريم النائي في غرب الصين، وهي عبارة عن بقايا مومياوات محفوظة بشكل جيد يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام. تتميز هذه المومياوات التي أطلق عليها اسم مومياوات حوض تاريم بملامحها القوقازية وملابسها الفريدة من نوعها، والتي تشير إلى تاريخ معقد من الهجرة والتبادل الثقافي في المنطقة. اكتشفت مومياوات حوض تاريم لأول مرة في أوائل القرن 20،
ولكن لم يتمكن العلماء من دراستها بشكل مفصل إلا في السنوات الأخيرة. وباستخدام تقنيات التسلسل الجيني المتقدمة، تمكن الباحثون من تتبع أسلاف هذه المومياوات إلى مجموعة آسيوية قديمة عاشت في المنطقة منذ آلاف السنين. وما يجعل مومياوات حوض تاريم رائعة للغاية هو حالة حفظها المذهلة، فعلى الرغم من أن عمر العديد من هذه المومياوات يزيد عن 2000 عام، إلا أن العديد منها لا زالت تحتفظ بجلدها وشعرها وحتى ملابسها بحالة سليمة. كما أن بعض المومياوات محفوظة بشكل جيد لدرجة أنها تبدو كما لو أنها قد تستيقظ في أي ثانية. ومن أشهر مومياوات حوض تاريم مومياء تشاوهي، وهي امرأة توفيت منذ حوالي 3800 عام، وقد دفعت قامتها الطويلة وأنفها الطويل وشعرها الأشقر ببعض الباحثين إلى التكهن بأنها ربما كانت من أصل أوروبي، إلا أن التحليل الجيني أظهر أنها تنتمي إلى السكان الأسيويين القدماء. ذئب متجمد. في الأراضي القاحلة المتجمدة في سيبيريا، تم اكتشاف بقايا كلب يبلغ من العمر 18,000 عام يصعب تصنيفه. هذا المخلوق القديم الذي تم العثور عليه محفوظاً بشكل مثالي في التربة الصقيعية كان يحمل خصائص كل من الكلاب والذئاب، مما دفع الباحثين إلى الاعتقاد بأنه قد يمثل نوعاً وسيطاً كان موجوداً خلال العصر الجليدي الأخير. كان اكتشاف هذا المخلوق الغامض أعجوبة حقيقية، حيث قدم لمحة غير مسبوقة عن الماضي البعيد. كانت بقايا هذا المخلوق محفوظة بشكل جيد لدرجة أن الباحثين تمكنوا من استخراج الحمض النووي من عظامه ودراسة خصائصه الجسدية بشكل مفصل، وما توصلوا إليه أنه كان مخلوقاً يبدو أنه يقع على الخط الفاصل بين الذئب والكلب، مع مزيج من سمات كلا النوعين. يعتقد أن هذا الكلب الذي يبلغ عمره 18,000 عام عاش خلال فترة تغيرات كبيرة، عندما كان العالم ينبثق من العصر الجليدي الأخير وبداية تشكل المستوطنات البشرية الأولى. ومن المحتمل أن يكون هذا المخلوق بمثابة مرحلة مبكرة من تدجين الكلاب، عندما كانت الذئاب تعتاد تدريجياً على الوجود البشري لتبدأ في تطوير الصفات التي ستجعلها في النهاية رفيقة محبوبة. التماسيح الراقدة. في المستنقعات والأراضي الرطبة في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، تطورت مخلوقات مميزة للبقاء على قيد الحياة في واحدة من أقصى الظروف البيئية على كوكب الأرض. طورت التماسيح التي جابت كوكبنا لملايين السنين قدرة مذهلة على تحمل أبرد درجات الحرارة، فعندما تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون التجمد، فإن هذه الزواحف تستطيع تجميد نفسها في مكانها، وغالباً ما تجد التماسيح نفسها محاصرة في المياه الجليدية في بيئتها. ولكن بدلاً من الاستسلام للبرد، فإن هذه الحيوانات طورت قدرة فريدة على التكيف لتتيح لها البقاء على قيد الحياة في أقصى الظروف. وعندما يبدأ الماء في التجمد من حولها، تسمح التماسيح لأجسامها بالتجمد ببطء بدءا من ذيلها وصولا إلى رأسها، وعندما يتشكل الجليد من حولها فإنها تقوم بإخراج خطمها من خلال السطح، مما يخلق فتحة صغيرة تسمح لها بالتنفس. هذا التكيف المذهل والمعروف باسم ماسون يسمح للتمساح بالدخول في حالة من السبات، مما يبطئ عملية الأيض الخاصة بها إلى حد الزحف والحفاظ على الطاقة حتى ترتفع درجة حرارة الطقس مرة أخرى. وخلال هذه الفترة تظل التماسيح بلا حراك تماماً، وتتجمد أجسامها في مكانها حتى يبدأ جليد في الذوبان. امرأة إمباكتو. في أعالي جبال الأنديز في بيرو على ارتفاع يزيد عن 20,000 قدم، تم التوصل إلى اكتشاف لافت للنظر في عام 1995، وهي جثة متجمدة لفتاة شابة من الإنكا محفوظة بشكل مثالي لأكثر من 500 عام. تعتبر المومياء التي أصبحت تعرف باسم مومياء خوانيتا واحدة من أكثر الاكتشافات تميزاً في تاريخ علم الآثار. اكتشفت خوانيتا على يد عالم الأنثروبولوجيا يوهان وصديقه ميغيل زاراتي، اللذين كانا يستكشفان منحدرات جبل أمباتا بحثاً عن قطع أثرية تعود لحضارة الإنكا. وبينما كان يصعدان للأعلى لمح شيئاً غير عادي، عبارة عن حزمة من القماش ذي ألوان زاهية مدفونة جزئياً في الثلج.
وعندما أمعنوا في البحث أدركوا أنهم عثروا على شيء لا يصدق، وهي عبارة عن جثة متجمدة لفتاة شابة مزينة بملابس ومجوهرات فخمة من الإنكا. كشف التحليل الإضافي لجثة خوانيتا أن عمرها يتراوح بين 12 عاماً و15 عاماً وقت وفاتها، وأنه تمت التضحية بها كجزء من احتفال ديني يعرف باسم كاباكوكا. اعتقد الإنكا أنه من خلال التضحية بأرواح الشباب الأصحاء للآلهة يمكنهم ضمان وازدهار ورفاهية مجتمعهم، وما يجعل خوانيتا رائعة للغاية هو حالة الحفظ على جسدها المذهلة. فعلى الرغم من أن عمرها يزيد عن 500 عام، إلا أن جلدها وشعرها وأعضاءها الداخلية لا تزال سليمة، مما يوفر نافذة غير مسبوقة عن حياة شعب الإنكا. وقد تمكن العلماء من دراسة كل شيء، بدءا من نظامها الغذائي وصحتها إلى التفاصيل المعقدة لملابسها ومجوهراتها. أشبال الأسد. في منطقة أليتاندر المتجمدة في سيبيريا، تم اكتشاف زوج من أشبال الأسود من عصور ما قبل التاريخ، وقد حافظت عليها عوامل الجليد بشكل مثالي. عثر على هذين الشبلين اللذين يقدر عمرهما بحوالي 12 ألف عام بأعضائهما الداخلية وأنسجتهما سليمة، مما يوفر لمحة غير مسبوقة عن عالم هذه السنوريات القديمة. كان اكتشاف أشبال الأسود هذه معجزة حقيقية، حيث تمكنوا من النجاة من آثار الزمن بفضل سلسلة من الأحداث المصادفة. ويعتقد أن الشبلين اللذين لم يكن عمرهما وقت وفاتهما سوى بضعة أسابيع قد قتل على الأرجح بسبب انهيار أرضي أو كارثة طبيعية أخرى، ثم سرعان ما غطيت جثثهم بالرواسب وتجمدت في مكانها، مما خلق كبسولة زمنية طبيعية من شأنها أن تبقيهم محفوظين لآلاف السنين. حين تم العثور على الشبلين لأول مرة اندهش الباحثون من حالة حفظهما، كما كان فراؤهما وجلدهما وحتى شواربهما سليمة تماما، وظلت أعضاؤها الداخلية مرئية من خلال جلدها الشفاف. وقد سمح هذا المستوى الرائع من الحفظ للباحثين بدراسة هذه المخلوقات القديمة بتفاصيل غير مسبوقة، مما أتاح لهم رؤى جديدة حول تشريحها ونظامها الغذائي وسلوكها. الميثان المتجمد. في أعماق قاع المحيطات تقبع مادة غريبة ومن المحتمل أن تكون خطيرة. إنه غاز الميثان المتجمد والمعروف أيضا باسم جليد النار. ينشأ هذا المركب الجليدي تحت الضغط الشديد ودرجات الحرارة المنخفضة الموجودة في مناطق التربة الصقيعية للأرض، ويحمل داخله كمية هائلة من الطاقة التي يمكن أن تزود عالمنا بالطاقة يوما ما، أو ربما تدمره. يتشكل الميثان المتجمد عندما يحتجز غاز الميثان داخل البنية البلورية للجليد المائي، مما يخلق مادة صلبة تشبه الجليد العادي لكنها أكثر قابلية للاشتعال. وعندما يتم إحضاره إلى السطح وتعريضه للهب، يحترق هذا الجليد الناري بالفعل ويطلق غاز الميثان المحتجز بداخله. ولكن في حين أن الميثان المتجمد قد يبدو غريبا ومثيرا للفضول، إلا أنه في الواقع مصدر هائل محتمل للطاقة. يقدر الخبراء أنه قد تكون هناك طاقة محتجزة في رواسب الميثان المتجمدة أكثر من جميع أنواع الوقود الأحفوري الأخرى مجتمعة، وإذا تمكننا من إيجاد طريقة لاستخراج مصدر الطاقة هذا، فمن المحتمل أن يزود عالمنا بالطاقة لقرون قادمة. الزئبق السام. في الأعماق المتجمدة من التربة الصقيعية في القطب الشمالي، هناك قنبلة موقوتة تكمن في مستودع ضخم من الزئبق السام الذي يمكن أن ينطلق في البيئة مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب. وقد أحدث هذا الاكتشاف المذهل الذي توصل إليه فريق من الباحثين في عام 2018 صدمة في المجتمع العلمي، وأثار تساؤلات ملحة حول مستقبل كوكبنا. يعتبر الزئبق عنصرا شديد السمية، والذي يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة للبشر والحياة البرية على حد سواء. وعند إطلاقه في البيئة يمكن أن يتراكم في السلسلة الغذائية ويسمم الأسماك والطيور والثدييات، بما في ذلك البشر الذين يستهلكون المأكولات البحرية الملوثة. ويثير اكتشاف هذا المخزون الهائل من الزئبق في التربة المتجمدة في القطب الشمالي قلقا خاصا بسبب حجم المشكلة الكبير. ويقدر الباحثون وجود ما يصل إلى 15 مليون جالون من الزئبق المحتجز في التربة المتجمدة،
وهي كمية هائلة قد تكون لها عواقب كارثية إذا ما تم إطلاقها في البيئة. جدار فوكوشيما الجليدي. في أعماق الزلزال والتسونامي المدمر الذي ضرب اليابان في عام 2011، وجدت محطة فوكوشيما للطاقة النووية نفسها في صراع يائس لاحتواء انتشار التلوث الإشعاعي. وكان أحد أكثر الحلول المبتكرة والطموحة لهذه المشكلة هو إنشاء جدار جليدي تحت الأرض، وهو عبارة عن حاجز ضخم من التربة المتجمدة التي من شأنها أن تمنع تدفق المياه الجوفية الملوثة من المحطة إلى المحيط. ويعتبر الجدار الجليدي الذي اكتمل من بنائه في عام 2016 إنجازاً هندسياً مذهلاً يمتد لمسافة ميل تقريباً حول محيط محطة الطاقة. قام المهندسون بحفر سلسلة من الآبار بعمق 100 متر في الأرض، ثم أدخلوا شبكة من الأنابيب التي تقوم بتدوير محلول ملحي فائق التبريد عبر التربة. وبينما يتدفق المحلول الملحي عبر الأنابيب، فإنه يجمد التربة المحيطة به، مما يشكل حاجزاً صلباً من الجليد الذي يمكن أن يمنع تدفق المياه الجوفية. صمم الجدار الجليدي ليكون مكتفياً ذاتياً، حيث يتم تدوير المحلول الملحي باستمرار للحفاظ على التربة المتجمدة حتى في مواجهة صيف اليابان الحار. كان إنشاء الجدار الجليدي مشروعاً ضخماً تطلب سنوات من التخطيط والبناء وتكلفة تزيد عن 300 مليون دولار أمريكي، ولكن بالنسبة للمهندسين والعلماء الذين يعملون على احتواء انتشار التلوث الإشعاعي، كان ذلك خطوة ضرورية في المعركة المستمرة لحماية البيئة والصحة العامة. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر، يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟